متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف السي ساعد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهني سوق درب عمر مدينة الدار البيضاء. المناسبة هي الإشاعات التي تخرج حول ترحيل سوق درب عمر إلى خارج مدينة الدار البيضاء، حيث من فترة إلى فترة تخرج بحال الإشاعات هذه، ولكن السوق تبقى صامت في وسط مدينة الدار البيضاء. سي سعيد مرحبا بك. مرحبا أستاذ أحمد، وشكرا أنفاس بريس على الاستضافة. أهلا وسهلا، مرحبا. يعني سنوات خلت وحنا سنسمعوا بأن السوق درب عمر غيترحل خارج مدينة الدار البيضاء، هناك من تحدث عن وجود قرارات حول ترحيل هذا السوق هذا، يعني علاش السوق باقي صامت في مدينة الدار البيضاء؟ صحيح أستاذ أحمد، كل أحيان مرة كنسمعوا من هذه الإشاعات من جهة ومن أخرى. من التسعينات حنا كنسمعوا الترحيل درب عمر، نقل درب عمر، كل مرة كنسمعوا صيغة ولا صفة. درت واحد تقريبا واحد مجموعة ديال الدراسات، كندير بها المركز الجهوي للاستثمار، كندرس بها الغرفة، كندرس بها كندرسها وكذلك يمكن المقاطعة ديال سيدي بليوت. سوق درب عمر سوق تاريخي، قطب اقتصادي ديال المغرب، عنده تاريخ زياد من 100 سنة، كاين اللي كيقول 140 سنة عند درب عمر. إشاعات كتخرج، الدراسة اللي دارت ما كت هي دابا في الرفوف ديال بعض المؤسسات. علاش؟ أول حاجة ما كيشاركوش المهنيين السوق مثل هاد الدراسات هادو باش تنجح، باش تحول ولا ترحل درب عمر ليس بالسهل، لأنه أغلبية ديال التجار ديالها ملاكي المحلات التجارية، يعني ديالهم ملك سواء محلات أو لا مخازين ولا ديبوات. درب عمر كاين اللي ما تعرفش بأن فيها تقريبا 10,000 محل تجاري. بزاف لا؟ فيها تقريبا 60 قيسارية. 10,000 ماشي بزاف محل تجاري؟ فاش نهضروا على درب عمر، اش تقصد بدرب عمر؟ درب عمر حنا كجمعية اتحاد التجار والمهني درب عمر، عندنا منخرطين ديالها من البياضه، من القصر الملكي، هذا هو البدايه ديال التغطيه ديال المنخرطين ديال الناس ديال العقاقير في البياضه وشارع محمد السادس، حتى السكه ديال الماشينه ديال شارع محمد الخامس هي الغرفه. غرفه التجاره في الطواكيش، القصريه الطيبه، النواحي كلها هذا واحد ديالها، ومن لا جيروند حتى البنجديه. يعني درب عمر ماشي غير هذيك ساحه النصر؟ لا، هذا هو هذيك ساحه النصر غير واحده نقطه. درب عمر كنا حنا خدامين نحطوا لي واحد الخريطه، الا رسمت لك دابا درب عمر في هذه المنطقه كيعطيك بحال الشكل ديال افريقيا تماما، كان افريقيا. وحنا خدامين كنحاول ان شاء الله تكون سوق افريقي، ماشي غير سوق وطني، ولكن يكون عنده واحد الصدى افريقي، التجار ولا الناس ديال افريقيا عواد يمشيو الاسواق اخرين يجيو لافريقيا. لكن ما تشوف التواجد تاع السوق بهذا الحجم في هذيك المنطقه يعني تيخلق واحد المشكل كبير على مستوى السير والجوال. هذا المشكل ديال الاختناق ديال السير والجولان بالضبط، الا جينا نقولوا مثلا ساحه النصر في اطار التهيئه الجديده اللي كاينه دابا حاليا في ساحه النصر، تعاود التهيئه ديالها وشارع محمد السادس، ودابا كاينه الترام راه كيسيو فيها، راه غادي تقدر الخط الثالث والرابع. دابا الشاحنات اللي كانوا كيخلقوا هذا الاختناق راه غادي وكتنقص، غادي وكتحول لمناطق اخرى. انا كنهضر معك اليوم في شهر 4/2024، بقات في شارع محمد السادس 16 شاحنه اللي كانت فيها واحد الكميه كثير. فين شوط الشاحنات؟ كل كاين اللي تنقل مشى هذا ديبو مناطق حدا اخرى كيجمع فيها السلعه عاد كيوزع على المدن، كاين اللي تنقل لمناطق حدا اخرى، كاين دخل ازقه ديال بنجزيه حدا شارع محمد السادس، كل كيدخلوا لازقه اخرين. المهم بالنسبه للاختناق اللي كان شحال هذه، الا لاحظتي ملي كتكون هابط مع شارع محمد السادس كيبان لك واحد المجموعه ديال الشاحنات، خصوصا ساحه النصر. دابا ساحه النصر ولا شاحنه واحده فيها، يعني كاين واحد التحول، كاين واحد. وكان دابا ذاك المشروع اللي خرج مؤخرا هو الشاحنات والديبو تيخرجوا من منطقه المجاطيه، واش تم التشاور ديالكم في اطار هذا المشروع هذا؟ صحيح، دابا حنا كجمعيه اتحاد التجار المهني درب عمر منذ مده وحنا كنقلبوا وكنبحثوا على مناطق اقتصاديه او مناطق لوجيستيكيه خارج مدينه الدار البيضاء،
خدامين هنا كنبحثوا كنمشيو بزاف د المناطق شفنا ولاد صالح الزناته هنا كنشوفوا المناطق يعني خدامين تنبحثوا باش نلقاو شي منطقه مثلا تكلف بها الجمعيه ولا تكلف بها السلطات باش نخفوا هذا الضغط اللي كان في وسط المدينه. مؤخرا واحد تقريبا واحد يعني دابا شهر ونص تواصلنا مع تواصلت معنا السيد الوالي والوالي الجديد اي ودرنا واحد المجموعه ديال اللقاءات في الولايه ودرنا في العماله. يعني كاين واحد ارض اللي كاينه في مجاطيه ولا الطرب انه واحد البدايه ديال اقليم ديونا قمنا بالزياره ديالها وشفناها فيها تقريبا اكثر من 40 هكتار. هذه منطقه خاصه باللوجيستيك الديبوات وكذلك بالشاحنات اللي كاينه باش يبقاو تما تجمعوا تما لانه خارج مدينه الدار البيضاء وقرابين الطريق الصيار. يعني الشاحنه غتولي تجيب لكم السلعه لدرب عمر وتخرج لا لا الشاحنات كيجيو تما خاص كاين باركينغ وتما كيشارجيو وكيخرجوا اللي جات الشاحنه كتجي لديك البلاصه كتشارجي وتما كتخرج ما غتدخلش للمدينه. حنا كنهضروا على الشاحنه ديال 12 متر وديال 24 متر يعني ديك الشاحنات الكبار ما كنهضروش على الشاحنات الصغار ديك البيضه ديك المتوسطين هذوك ما يتحبسوش يبقاو مستمرين بحال اللي كيوزعوا الحليب ودانون وكيسال هذوك كيبقاو مستمرين في العمل ديالهم. ولكن بالنسبه لك شكون يجيو في السلعه انتم لدرب عمر المحلات ديالكم في درب عمر؟ دابا بالنسبه للشاحنات كيجيو كياخذوا السلعه للمدن غير وكيجيبوا عاد ثاني هذا بقاو دابا في ديك البلاصه اللي كليك تما غادي يمشيو اللي كاين لهوندا كاين المسائل الصغيره ولكن كاين الناس اللي عندهم ديبوات في درب عمر هذا هو الاشكال مهندسين عندهم ديبوات كيفاش يتعامل مع هذا الحل اللي عندهم هو انهم يشتغلوا بالليل يعني من 7 او 8 ديال الليل حتى ل 6 ولا 7 ديال الصباح ممكن يدخلوا لي كونتونير او الشاحنات داخل درب عمر اللي عنده ديبوات لان يعني هذا هو الحل باش عالجتوا المدن العالميه مثل الصين يعني مورا 7 الصباح ما يمكنش حتى شي كاميو يدور لي في درب عمر من 7 الصباح الفوق ما يبقاش الشاحنات يدخلوا. هذا واحد الحل اللي غادي يدار هنا المستقبل. حنا كنناقشوا مع السلطات باش الناس كذلك اللي عندهم ديبوات ما يمكنش يبقاو واقفين لان يعني درب عمر كما قلت لك راه في واحد 60 منتوج او 60 قطاعه ولا حرفه من القطاني من المواد الغذائيه من تجميل جميع المواد. كان واحد من الانبياء القرارات اللي تخلت شحال هذه يعني سنوات هذه هو تبنى لكم واحد محلات في مقاطعه سيدي عثمان والناس ديك الساعه قالوا صافي درب عمر وصل المسلسل ديالو الحلقه الاخيره. علاش ما تنتقلتوش لهذوك المحلات؟ هذا ناتج عن عدم استشاره ولا تشاور مع المهنيين. مشاو بناو تما شي صناديقات صغار واش معها في درب عمر عنده واحد الكميه ديال السلعه وكيفورني المغرب كامل تجي تعطيه واحد الصندوقه صغيره تما واش غادي يجيك؟ يعني ما استشروش المهنيين في التصميم ديالو ولا الشكل ديالو ولا كذا. النتيجه انت كتشوفها ضاعوا فيها الفلوس. ها هو دابا راه خربار غادي الريدوات ما بقاش عندنا داك السوق ما صدقش لان غياب الاستشاره ديال المهنيين واللي في السوق في درب عمر ما كيستشروهمش لهذا ما كتكونش النتيجه. الحمد لله السي الوالي البديه جا كيستشر مع المهنيين سواء تجار كجمعيه تحت تجار المهنيين درب عمر وكذلك كاصحاب الشاحنات النقل غير كيستشر معهم في اي حاجه كيجلسوا كيناقشوا الامور كنديروا الحلول الحمد لله كنلقاو شحال تقريبا من تاجر كاين في درب عمر؟ حنا ملي تنقولوا 60 قيساريه كل قيساريه كاين اللي فيها 100 محل 150 70 عاد كذلك الازقه والشوارع هنا كنقولوا تقريبا ماشي 100% تكون تقريبا 10000 محل تجاري لا التجار شحال تقريبا اللي تيخدموا تما كاين الحركه التجاريه شحال تاع العدد شحال تيخدم هذا الدرب عمر ملي كنقول 10 محل تجاري كل محل كيكون فيه 3 4 حتى 5 العائلات يعني واحد تبارك الله واحد العدد كثير ديال التجار ويعني بولادهم شحال رقم المعاملات تقريبا في سوق درب عمر؟ ما تقدرش تحدد نوع ما نعطيكش شي رقم معين ونكون غلط فيه وانما راه هاد 10000 تقريبا نص ديالهم مستوردين باش كلهم كيستوردوا كاين اللي كيجيبوا السلعه الشركات كاين اللي ما كيستوردش كيكون تما كاين المجلس البعض يقول بان المجلس في المجلس الجماعي تاع الدار البيضاء في النسخه ديالو السابقه اللي كان فيها السي العماري كان خد قرار بالترحيل تاع السوق هذا يعني بغض النظر على هادشي قلتي بان المحلات تاع صحابه ولا هذا اللي تيقول لك ان السوق تما كاين غير مناسب لمدينه الدار البيضاء. لا من الصعب ان اليوم نجيو نقولوا غادي نحولوا درب عمر انا تنقول لك الناس ما اللي كاين المحلات والما يعني ما يمكنش غاتجيو ترحلوا. انا عطاهم تعويضات مثلا كاين المحل وصلوا تما مليار في السوق محل كبير وكاين اللي عنده عماره قده وكلها داير فيها حاجه واحده التريات والاثاث المنزليه ما يمكنش غادي ممكن تحول ديك الاسواق العشوائيه
نقولوا الزرعه ديال الرحبه ديال الزرع ممكن ديال اصحاب البيض ممكن اصحاب الغداء ممكن سهل تحولهم الى ولا حد السوالي ولا بعض المناطق ولكن كنقول لك ضرب عمر راه ماشي واحد السوق اللي هو صغير جي غادي ترحلوا تصميم التهيئه اللي كاينه حاليا دابا اللي قالنا السيد العامل انه تصميم تهيئه جديد ضرب عمر مركز تجاري صافي هذا هو اللي كان ضربنا باش نقطعوا الاشاعات اللي كتدور وقلت له الهضره الخاويه راه السوق تجاري بالعكس غادي يتطور وغادي يتنمى وغادي يزيد قدام كما قلت لك ربما يكون سوق افريقي يعني غادي يستقطب واحد العدد كثير ديال الناس يعني ملي غايجيو الناس اللي كي افريقيا مثلا قريب لهم راك شتي المغرب الموقع الاستراتيجي ديالو قريب لاوروبا قريب لافريقيا يعني الا كانت واحد التسهيلات من جمارك باش يخفوا الديوانه ديال بعض الوضائع التجار الافريقيين عاود يمشي والاسيا يضربوا 16 ساعه و20 ساعه ديال الطياره غادي يجيك واحد ساعتين ولا ساعه ونص غادي تقدانيك هنا بلقى واحد الثمن مناسب غادي يجيو هنا الموريتانيين ولا كذلك السنغالي كنا كنتعاملوا معهم دابا ولكن ولاو كيمشيو للصين يعني الا كانت واحد التخفيض من ناحيه الجمهوريه المغرب اقرب غادي يجيو هنا غادي يستافدوا فيها العمله غادي تدخل للمغرب الفنادق غادي يروجوا السياحه الدينيه غادي يصير هنا كتعرفوا الافارقه كيجيون كاين التيجانيين كاين سميجون كيجيو لفاس يعني وكذلك التجاره غادي تنمى الخطوط الطيران حتى هي غادي تروج يعني واحد المجموعه ديال القطاعات غادي ينتعشوا مع هاد الناس الافارقه الا كان كيجيو هنا للمغرب يعني غيكون واحد الروابط وشنو نوع التجاره دابا حنا تنعرفوا ضرب عمر لان ولاد الدار البيضاء وهذا ولكن بالنسبه للمتتبعي انفاس بريس خارج مدينه الدار البيضاء اش النوع التجاري اللي كاينه في سوق ضرب عمر بالنسبه للنوع ديال التجاره ولا القطاع ولا المنتوجات اللي كتباع حاليا في ضرب عمر الا جينا نحسبوها يعني تقريبا اكثر من 60 حرفه كاينه في ضرب عمر بدايه من البياضه اللي كيديروا العقاقير والادوات الفلاحه وكل ما يتعلق بالفلاحه ولا لي زيكسيسوار ديالها كتجي تلقى الاغطيه والمنطات بجميع الاشكال ديالهم هو التجميل العطور كتمغي القطاني العطريه الاحذيه المواعن الاثاث المنزليه الافريشه كثر عليهم الجوي كاين دابا تما قيصريات خاصه بالالعاب من الجوي صغير حتى التجهيز ديال لي بارك يعني جميع تقريبا 60 قطعه بلا هذه الا جيت نذكر لك حاجه بحاجه ما غاديش تكفينا الوقت لهذا اختصر كما قلت لك راه كاين اكثر 60 قطاع في الدار كاين شي اسواق في مدينه الدار البيضاء اللي فقدت هذاك البريق ديالها مع وجود هذاك التجمعات الاقتصاديه الكبرى ولا التجاريه الكبرى اللي مول تقريبا ضرب عمر قدر يبقى يحافظ على المنافسه علاش قدر شنو السر؟ السر في ذلك لان اغلبيه التجاره ديال ضرب عمر كيجيبوا السلعه لراسهم ملي كتجي انت كتقلب على السلعه كتلقى كل واحد عنده موديلات ديالو خاص كيبتاك الموديل ولا الشكل كيجيبو ما غاديش يعني كيجيبو من دول اخرى ولا كيجيبو كيصنع انا مثلا في الدومين ديالي ملي كنمشي للمصانع على برا كنحاول نبدع واحد الموديل اللي هو يكون ديالي السميه ديالي ولا السينياتور ديالي ولا الفكره ديالي ولا الديزاين ديالي ملي كنجيبو ما غتلقاهش في شي بلاصه اخرى قيس على ذلك جميع المنتوجات كل واحد الحرفه ديالو كيحاول يبتكر فيها ملي كتمشي للمول ما تلقاش فيها هذا تلقى ماركات عالميه دابا السوق تمشي دابا السوق الاحذيه عندنا قيساريات كيديروا غير مثلا الاحذيه كل محل كتلقى مغير على محل اخر في المنتوجات اللي حط اكثر من 100 محل كيدير غير سبرديله وكل واحد عنده الرياضه كاين عنده ديال الدري الصغار كاين اللي عنده ديال المهم ما يمكنش تمشي شي مول تلقى فيه بحال هكا غتلقى فيه ماركه وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولكن عارف الصينيين اكتتحوكم تما كيف سوق ضرب عمر في بدايه الالفيات الحاليه هذه الصينيين داروا واحد التجمع واحد القيساريه شادينها خدامين فيها ماشي جميع القطاعات كيدير واحد ثلاثه ولا اربعه القطاعات اللي كيديروا فيه واحد المنطقه محدده كتسمى الزنق ديال الشينوا ولا قيساريه الشينوا ماشي كل شيء ما خلقوش لكم مشكل ما خلقناش مشكل الحمد لله السوق واسعه السوق واسع هما كما قلت لك حنا مثلا ضرب عمر ماشي كل المنتجات ديال الكولا كتجي من الصين كاين اللي كتقدم من تركيا كاين اللي كتقدم من الهند كاين اللي كتقدم من اوروبا بزاف الناس كيجيب المنتجات من اوروبا ماشي دار بالضبط غير من الصين لان كيعرف الناس ان المنتجات ديال الصين رخيصه الاسعار ولكن كاين الناس اللي كيبغي الجوده عاليه وكذا تيمشي كيجيب سلعه يعني أوروبا. يعني ضرب عمر فيه كل شيء في الجوده العاليه في الجوده اللي منخفضه الجوده اللي بغيتي فيه سير كاين مازال ما كيكتشف ضرب عمر يعني في واحد العدد واش حنا ضرب عمر باقي كنكتشفوا فيه شي حوايج حنا من التسعينات وانا في ضرب عمر وباقي كنكتشف شي حوايج ما كنتش عارف انه فيه فما بالك بالانسان العادي يعني كنحاول حنا كجمعيا
نشتغلوا نحاولوا نهيئوا التجار يعني ننميهم يتجهوا للتجاره الالكترونيه يعني المنتوجات ديالهم يتنقد ربع عمر يعني نديروا ايام تخفيضيه بحال هكا نقدروا نشتغلوا من هنا للمستقبل. هضرت على التجاره الالكترونيه ما تشوفش بان تكون منافس شرس بالنسبه لكم انتم كتجاره تجار تاع ربع عمر؟ عندكم محلات، عندكم محلات كما قلتي غاليه بزاف، التجاره الالكترونيه ما تتخلقش لكم مشاكل؟ لا بالنسبه للتجاره الالكترونيه احنا كنشجعوا التجار انهم يشتغلوا عليها كذلك. عندنا الناس ضرب عمر منصات واحد المنصه دابا اللي حاليا كنشاركت في واحد المجموعه ديال المنصات الترقيميه المطوره اللي كنستقبلوا السيد الوزيره اليمات نيت سي امين بوزاز اللي عنده واحد المنصه ديالها الزرقاء ويعني خدامه تبارك الله كتمثل ضرب عمر وكيبيع واحد عدد المنتجات. وانا كنشجعوا التجار وكذلك يتجهوا لها التجاره الالكترونيه ولا التجاره الرقميه لان هي جايه للمستقبل سواء بغيتي ولا كرهتي. فرض العصر راك غادي تمشي مع العصر، بقيتي مؤخر غادي يفوتك واحد الوقيته غادي تفوتك. دابا التجار بداو كيوعي يعاو بهذه المساله ديال التجاره الالكترونيه، كاين اللي كيعلم ولادو، كاين اللي كيجيب الناس خاص لي يسوق ذاك المنتجات ديالو على واحد المنصه ولا على وسائل التواصل، كاين اللي كيكون ساهل كيجي المنتجات عنده كيصور كيسيفط للكليان كيتعامل به. ولكن غاديه التجاره الالكترونيه غادي كتطور غادي كتقدم، وكذلك التجار حتى هما كاين في واحد النسبه راه خدام عليها داير المنصه ديالو، كاين بواحد النسبه باقا قليله باقي تتفكر ولا باقي باقا متخوفه شويه من التجاره الرقميه لان تيكون فيها بعض المرات شويه ديال التدليس شويه ديال التزوير شويه ديال بعض المرات كاين اللي كيصيفط لك ما كيجيكش المنتوج هو هذاك ولا ما كيوصلكش الفلوس كتصيفط له المنتوج. يعني باقي الناس كاين اللي كتخوف من التجاره الالكترونيه. سي سعيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.